احنا اللي عملنا دوت، احنا الصحافة اللي عملنا ده، احنا الاعلام اللي عملنا ده، بطلة بطولة ده من زمان على فكرة، من ايام ما كانوا فاتن حمامة وماجدة الصباحي، ان دي بطلة العمل. طب على فكرة ما كان في استاذ زكي رستم، استاذ بعد احمد ادهم، منهم احمد ناس كلهم نجوم شايلينهم، اكيد، وكانوا هما ما بيخشوش الافلام غير لما الناس دي تفضى، استاذ زينات صدقي، في خايفين اسامي يخشوا من كتيره، غيرهم. في اسامي كتيره ان لم تتواجد في العمل، العمل اصبح غير سليم ناجح. النابلسي، حسن طبعا فايق، طبعا، مع احترامنا اسماعيل الكبير اكيد. ياسين، اشتغل افلام كتير ما كانش هو البطل فيها، وبعدين عمل افلام هو البطل فيها، وبعدين رجع عمل افلام هو مش البطل فيها، هو طول الوقت بطل، الناس مستنيه اسماعيل ياسين. فانا ريحت نفسي من السؤال دوت، ونفسي خلاص الناس تريح نفسها مني، انا بطله في مكاني. يعني انت كده نقول ان انتصار انجح برنامج بالنسبه لفابريكانو، انجح مسلسل وانجح عمل درامي، ايه انجح عمل لا كذا حاجه، ايه؟ انا عايز اعرف، دراما انا عايز اشوف زيت رؤيتك لنفسك. زيت